السلام عليكم، جمعة مباركة. اليوم جبت لكم هاد الوصفة تاع هاد التحلية للسهرات تاعكم اللي مخدومة بالقاطو والحليب والبيض. دونك تحلية بزاف بنينة، اونديغي فلون ولا موسكوتو، كي تاكلوها تحسوا بواحد الذوق رائع وبنين. دونك الحاجة الأولى اللي نديروها نديرو الكراميل اللي نطليو به المول تاع الموسكوتو اللي نديرو فيه التحلية تاعنا. الكراميل تاعنا نخلوه حتى يدوب السكر ونديرو عليه مغرف ماء ولا حليب، من بعد نديروه في المول تاعنا تاع الموسكوتو نخلوه دو كوتي. دونك التحلية تاعنا باش نخدموها عندنا 4 حبات بيض، عندنا نص باكي قاطو، هاد القاطو تاع 4000 برك القاطو اللي حبيتو، انتوكا تقدروا تحطوا حتى 10 حبات تاع القاطو هذا ما كان، مع لتر تاع الحليب، 1 لتر تاع الحليب، ونديروا لافاني ولا الكاكاو، تقدروا تخدموها بالشوكولا ديروا لها الكاكاو في بلاصه لافاني، الا حبيتوا تضيفوا شويه سكر سينو استغناو على السكر. انتوكا في هذه التحليه ما نسحقوا لا فارينه ما نسحقوا الخميره كيميائيه لا والو، نسحقوا 4 حبات بيض، نص باكي قاطو اللي هي 10 حبات ما يعادل 10 حبات تاع القاطو ولافاني، وان لتر تاع الحليب، نميكسيو كلش في الميكسور ونديروه على هذاك الكراميل، ما ديروش على المول تاعي قديم، فوالا قديم بالبزاف. ومن بعد كيفاش نطيبوها؟ نحطوها في حمام مريم، ندخلوها في الفوق نطيبوها على 180 درجة حتى طيب لنا، نديموليوها وهي سخونة باش يجي معها هذاك الكراميل، باسكو إلا برد هذاك الكراميل يبرد. فوالا نديموليوها هكا وهي سخونة، شوفوا كيفاش خرجت بالطبع وتشهي بنا ولا أروع. ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوزات وتسييوها وتشجعوني بتعليق وجيم، ما عليا غنقول لكم صحه فطوركم والسلام عليكم.